اليوم ندى صحفية للسيد وزير الصحة اللي يقول بأنه الوضع اليوم ينبه شوية بالخطر، خاصة وأنه فما خطر متاع إصابات وافدة من وراء الحدود. يعني احنا نتبعوا بعد ما كنا نسجلوا في الأسفار المتتالية، اليوم سيد الوزير محمد التومي نلقاوا أنه وصلنا ل 14-15 حالة من ألطف الله، وأنها كلها معناها قاعد يتم التفطن لها وموجودة في الحجر الصحي. لكن نقول لك أنت اليوم كيف باش تحل الحدود نهار 27 وباش تلغي الحجر الإجباري، هي هالحالات هذه كيفاش باش يخرجوا؟ كيف باش يخرجوا؟ باش تلقاهم في الوتلة، باش تلقاهم في المقاهي، باش تلقاهم في المطاعم السياحية؟ فما خوف لو كان اليوم الأمور تخرج عن السيطرة؟ هو أول شيء احنا يلزمنا ظهر لي أول حاجة نخرجوا يمكن شوية من فكرة ولا من البار بسيكولوجيك اللي حطيناها نتاع صفر حالة. فاحنا توا هكا معناها فوكاليزي على صفر حالة، ولكن معناها اليوم الفوبيا نتاع يلزم عنا صفر حالة، يلزم صفر حالة سينو رانا ترد. بصراحة في وضعية وبائية ما تنجمش تكون صفر حالة، ما تنجمش تكون، لأنك أنت اللهم باش تعزل روحك تماما إلى 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 أجل غير مسمى، لأنه لليوم حسب علمي ما فماش معناها دواء وفاكسان للكورونا هكا ولا. أنا نسألك سؤالا، إذا كان ما لقيناش يا سيدي ما لقاوش العلماء نقعدوا مسكرين على الأرواح، قداش نقعدوا مسكرين؟ دونك يلزمنا نفهموا اللي راهو مش يجيو حالات وافدة، باش يجيو ونداويوهم نتعاملوا معاهم. ما خافوا من العدوى؟ ياخذوا الوقايه. شوف المرضى ذا حسب باقي المختصين، انا مانيش طبيب ولا حسب المختصين يقول لك ديما معناها الاساس هو الوقايه، البور دو ماسك، ديستانسياسيون، ما نسلموش، ما نتكلموش في وجوه بعضنا. اللي على غالب شفنا تراخي في الفتره الاخيره من الاول. من الاول مي يظهر لي يلزم التحسيس زاد دون سو سونس، نقص شويه يلزم التحسيس دون سو سونس. هذا هو علاش، على خاطر من الاول كنا مفجوعين، وحتى الاعلام وغيره انخرط في العمليه التحسيسيه وبارك الله فيكم، وبعد رخت نسكل. هذا اللي مش باهي. احنا معناها سامحني مش يا بالقفيز يا ما نحرثوش، معناها يا اما الكلنا نتفجعوا ونشدوا ديارنا ونسكروا ارواحنا ونموتوا بالشر، يا الكل ننساو اللي فما كورونا ونوليو معناها نشطحوا.